مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. توقفت بطولات كرة القدم حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن في إحدى الدوريات الأوروبية تسير الأمور كالمعتادة، فقد شهد الدوري البيلاروسي الممتاز ارتفاعا في شعبيته بين مشجعي كرة القدم خلال الأسبوعين الماضيين، فأصبح الآن هو المتنفس الوحيد لعشاق المستديرة في القارة العجوز التي تعاني تفشي وباء كورونا في غالبية دولها. ولا يزال المشجعون يحضرون المباريات في الملاعب كالمعتاد في تلك الدولة التي لم تطبق بعد قيودا على التجمعات الجماهيرية. واجتذب الديربي الذي جرى بين فريقي العاصمة مينسك نحو 1750 مشجعا في الوقت الذي سخر فيه المشجعون من إرشادات منظمة الصحة العالمية حول ضرورة التباعد الاجتماعي، وتم التحقق من درجات حرارة المشجعين قبل دخول الملعب، حيث ارتدى عدد قليل جدا منهم الكمامات الواقية، بينما لم يرتد الكثير منهم القمصان في المدرجات. ولا تتمتع الأندية البيلاروسية بالشعبية الكبيرة في أوروبا حتى لدى أكثر المتحمسين لكرة القدم الأوروبية، وربما الفريق الأكثر شهرة في البلاد هو فريق باتي بوريسوف. لكن زيادة شعبية الدوري البيلاروسي لكرة القدم شهدت تأمين صفقات بد جديدة في نحو 10 دول حسب وكالة رويترز للأنباء، من بينها روسيا وإسرائيل والهند. وقال ألكسندر لينيك المتحدث باسم الاتحاد الكروي لرويترز: هذا وضع غير مسبوق، فلم تتردد شبكة ماتش تيفي الروسية بشراء حقوق بث المباريات. بينما اقترح نجم برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق البيلاروسي ألكسندر هليبا دعوة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو القدوم للعب في بلاده، مشيرا إلى أن الأوضاع تحت السيطرة. ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، سجلت بيلاروسيا التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة 94 حالة إصابة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي حالة وفاة. وتبدو العاصمة مينسك أكثر هدوءا في الأيام الأخيرة، إذ دعي الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 إلى البقاء في منازلهم، والتلاميذ لعدم الذهاب إلى المدارس. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.